اهلا وسهلا بحضراتكم متابعي ومشاهدي موقع عين مصر نيوز، معكم محمود حسن صحفي الموقع من هنا محافظ سوهاج، وتفاصيل جديده لواقعه سيده المراغه اللي ضربها جوزها بخمس طعنات، اتنين في الصدر وواحده اعلى الصدر واتنين في الظهر. خلينا نعرف التفاصيل من صباح سيده المراغه والتفاصيل الواقعه من البدايه واللي حصل معاها بكل حذافيره. اهلا وسهلا بك يا صباح. ومثل صباح عبد الناصر عبد المنعم، فهو يعني ما كانش قاعد معايا في السكن عشان هي قلت شغله بس، فانا كنت فانا خفت منه ان هي كانت عينيها مليانه شر. راح قال لي لا انت مغربه يلا بينا، قلت له لا مش مغربه، رحت انه رجع. يعني انت كنت في البدايه منفصلين او في الفتره الاخيره دي ما كنتوش بتباتوا مع بعض في مكان واحد؟ لا، كانت العيال معاكي وهو في مكان تاني. كان هو يا من الصباح الباكر بتبيعي في النابي، اروح بعد المغرب لحد المساء. بس فالمهم راح اجى ورايا قدام محمصة علي حماية عند شغل مراغي، راح قال لي هات المفتاح انا راح اغير، قلت له لا. المكان اللي حضرتك ذكرتيه ده مكان قريب من المكان اللي انت بتبيع فيه لفوق، مكان تجارتك يعني. يعني تمشي قدام شوية. بس راح المهم راح زنقني عند الحيطة عند الشيخ المراغي. انا قلت له ما معيش مفاتيح يا عم، روح اشتغل، اللي عايز يربي عياله يا مؤاخذة لو لم شوية كراتين هيربي عياله مش عيب. طيب قبل ما نطلع للتفاصيل التانية، عن التفاصيل الأولى للمشاجرة بينكم أو الخلاف في وجهات النظر كأسرة أو خلافات أسرية، إنك أنت شايفاه مش بيشتغل. وشايفة نفسك أنت مهلوكة في الشغل وبتصرف على البيت. أيوه، ونفسي إن أنا آخد يوم راحة، يعني أجز أقعد وسط عيالي، ما يعني ما لاقياش، يعني ما فيش وقت. ليه؟ إني مؤاخذة الإيجار الشهر ده في ده، الشهر ده في شهر ده، يعني بتاع الإيجار ما بيصبرش، ولا بتاع النور ولا بتاع المية وأكل وشرب، مصاريف عيال صعبة. عندك كم عيل؟ معايا عيلين. حد فيهم في المدارس بتصرف عليهم ولا لسه؟ أيوه بصرف عليهم، بس حدش دخل مدرسة. فأول واد كان دخل حضانة. مش خالص في البيت. أول واد كان دخل حضانة. عشان كده أنت مشيتي من البيت بتاعك. قال لي كملي، قال لي هات المفتاح الشقة عشان يروح يعمل الشقة، هو أنت مش عارفاه عايز يعمل إيه. فانا ما رضيتش ادي المفتاح، ان هو قبل كده خد حاجتي وباعها، خد حاجتي باعها، حتى اشكرت الدقيق باعها تحت عياله باعها، حتى الزيت باعه، كل حاجه خدها باعها، ما خلاليش حاجه، حتى هدومي خدها وباعها. قلت زي بعضي زي بعض عشان اربي عيالي، واستحملت الاهانه واستحملت قله الادب. فقلت له روح اشتغل، ما ينفعش ايد واحده عمرها ما بتسقف، لو قاعده في ملك تبكيش الان، يعني اللي يخش لك هتصرفهم على العيال. بس راح المهم قال لها انا اقطع رقبتك، قلت له كل ما تتكلم تقطع رقبتك. رحت انا صعبت علي نفسي، رحت قعدت تبكي. والله جات اختي بتقول له انت كل ما تتكلم تقول اقطع رقبتك، يلا يا بنت راح تتلمت الناس، قالوا له يا اخي قدر ان مرتك النهار كله شقيانه والشمس فاضيه، يعني الشمس بتندل عليها الساعة 8، والله بتمشي مع بعد العصر، والله بتمشي بعد العصر. بس راح المهم كده انت تحكي التفاصيل الواقع اول ما بدأ يضربك بقى. راح المهم الناس فضوا المشكلة، قلت له خلاص يا عم بدل ما انت زعلان وعايز ان انا اسيب الشقة، قال لي انت الشقة واخدها لنفسك. قلت له ما واخدهاش لنفسي، واخدها ليا ولعيالي، محدش هيشيل حد. راح المهم قال لي لا لازم تسيبيها، قلت له خلاص خد عيالك وكلهم وانا اقعد ببيت ابويا، ابويا ملزوم بيا. المهم لما الناس قالوا لي يا صباح خد عيالك، خدت عيالي. المهم راح مشى، رنيت على مرت اخوه قلت لها فين ايمن؟ راح قالت لي ايمن في الشغل يعني عندك بتوع الاسمنت. قلت لها ما ينفعش كل يوم ياسر يجي يهبش فيا في الشارع ويغلط يفرج علي الناس. المهم راح هو مشى، اتاري راح بيتهم جاب سكينه وجا. وانت بقى رحت كملت شغلك مكان شغلك يعني. رجعت راحوا قالوا يا ده ياسر واقف على الكوبري. فلا رحت انا وامي، امي بتقول له مش عيب عليك هتعمل كده ليه في مرتك؟ وابوها ما قعدش استغرب بيها، وابوها ما قعدش قال لا ما حصلش، مش عارف عايز يهبش في مين، في امي، فما ينفعش ان انا اسيبه يهبش في امي. رحت انا هبشت فيه،
قال منها بشتي فيه راح مسكني. انا ما جعلش اني في جيبه فيه سكينة اصلا. راح طلع سكينة. راح قال لي خدها. اول طعنة. اول طعنة عطاني هنا. ثاني طعنة يا مغزى عطاني هنا تحت صدري. رحت انا ميلت من الوجع. عطاني طعنتين في ظهري. رحت اتعدل. راح عطاني طعنة هنا. دي واضحة اللي في الصدر. بس دي واعرة. دي اكيد طعنتين. بعد كده حسيتش بنزغ انني ايه بتفرفط في الارض. زي الحمامة. بس فهو كان واقف بيتفرج علي عادي يعني. فانا شفت المد بعيني. انا ما قصرتش معه في اي حاجة. يعني. طب في اسباب تبقى في الاسرة دايما يعني دايما بتخلي الزوج مثلا بيتكلم بيعمل مشاكل بيختلف وجهات النظر معاكي. ايوه تهمني. يعني اغلب وجهة النظر السيدة معاكم في الخلافات يعني. هو على طول ان هو تهمني في شرفي. وعاملني اني بكلم الناس. عاملني اني بكلم مثلا مش عايز اقول الاسامي عشان دينا ما تشبكش. يعني عاملني انني يا مؤاخذة فتحة دعارة. بتتعاملي مع الناس فبيشوفك بتتكلم مع ده ومع عاملني اني فتحة دعارة. انا والله والله العظيم انا بروح يعني من الشغل بتاع النابت ده هروح يعني ما اخذ اعمل حاجة عشاء العيال واقف الباب وانام. يعني ولا بقف مع حد ولا بحكي مع حد. اني ما فيش فضى. يعني بصدق اما اتلقى. فهو اما كان الفترة اللي كان قاعدها معايا كان زاجن المر كان يستنى اركب بس الدور الخامس. فكان يدوبك انزل الطشت من على راسي. كان يستلمني. حياتك اللي قبل الأخيرة دي كانت ماشية ازاي معاك في البيت قبل ما يضربني؟ قبل برضو كان يهلوس زي كده وكان زاجن المر. يعني لو بصيت يا مغزى من الشباك بص لمين؟ في مين هنا؟ اوعي تفتكر ان اللي حواليك دول هينقذوكي ولا هيحموكي. يعني الافكار عنده دايما بتشوح حول هو شاكك في حضرتك يعني. يقول لي انت حطلت جهاز تتبع. هو عاملني انني يعني بعت عربيات رمحة وراه. فكده. احكي لي بقى حياتك مع اولادك عاملة ازاي خاصة في الفترة الاخيرة وبعد ما اتصبتي دلوقتي يمكن انت النهاردة يمكن جاية من المستشفى. يعني المعاملة مع اولادك ازاي؟ المصاريف البيت ايجار كهرباء مية. الايجار. موجودة في مع بيت والدك انت. يعني انا يعني طلعت من المستشفى قاعدة هنا. فانا ان شاء الله هقف على حالي وربنا يعفى عني هروح طبعا شقتي وربنا يقوينا على عيالي والايجار والكلام ده. فعيالي يعني مصاريفهم جامده. انا برضو عيال صغيره عايزين يضيعوا. فانا مش عايز عيلي يبص يعني على حاجه واني ما اقدرش ان انا ما اجيبلهوش. بتوجعني. لما يعني عيل مثلا يشاور على دي واقول له ما معيش ده حاجه صعبه. متابعينا الكرام مستمرين مع حضراتكم في لايف جديد من خلال موقع عين مصر. يمكن صباح حكت تفاصيل جديدة وكانت عبارة عن مشادات أسرية باستمرار داخل منزل أسرة في محافظة سوهاج وبالتحديد مركز ومدينة المراغة شمال المحافظة. كانت بداية الواقعة بتلقي صباح عدة طعنات في الشارع وهي قبل ما تروح بتبيع فول نابت بتصرف على عيالها وبتربي عيالها على أحسن تربية وبتحاول تصرف على عيالها وبتحاول تساعد زوجها ولكن هو مش عايز يساعد نفسه. يعني يمكن قلت لحضراتكم أن التفاصيل كانت التفاصيل الجديدة كانت مع بداية الواقعة بتلقي 5 طعنات 2 أسفل الصدر وواحدة أعلى الصدر واثنين في الظهر. ودلوقتي احنا يعني صباح حابب اسال حضرتك سؤال الساعات اللي بعد كده هتعمل ايه؟ الساعات زي ايه؟ يعني الفتره اللي جايه دي هتعمل ناوي تعمل ايه؟ ناوي ان شاء الله ربي عيالي واني هطلق منه ما عايزهوش خلاص. فانا عايز اربي عيالي وعايز يعني مساعده ان انا اقدر ان انا اربي عيالي واقدر ان انا ادفع يعني الايجار عشان عيالي ما يتبهدلوش. اهم حاجه عندي عيالي ما يتبهدلوش. ان عيالي ما لهمش غيرني. انا ابوهم وامهم في السعوديه. فانا عايزه يعني اربي عيالي. عايزه ادخلهم مدرسه. عايزه البسهم يعني مش عايزه احرمهم من اي حاجه.
متابعينا الكرام، زي ما حكت صباح كده القصه الكامله بتلقيها عده طعنات اسفل الصدر واعلى الصدر وفي الظهر لمشادات وخلافات اسريه مع زوجها، وهي بسيده ربه منزل مصريه اصيله بتحاول تساعد نفسها وتساعد زوجها بتحاول تعيش حياه اسريه مثاليه زي بقيه ربات المنازل. لا يمكن عرفنا القصه ان هي برضو بسبب شك جوزها ليها في معاملاتها اليوميه، طبعا المعاملات التجاريه دي بتتعامل مع رجاله وشباب وفتيات وسيدات زيها، ولكن هناك شك وبعض الشكوك من زوجها ادى الى مشاجره انتهت بعده طعنات، 5 طعنات زي ما ذكرت لحضراتكم، طعنتين اسفل الصدر واعلى، واحده اعلى الصدر واثنين في الخلف في الظهر. متابعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، كنت معكم من هنا محافظ سوهاج محمود حسن، إلى اللقاء.